المنافقين قال جملته الشهيرة: علامة نقتل أنفسنا. إحنا وين رايحين؟ 3000 مقاتل وإحنا 1000 بالراحة إنهم حيتصروا علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حينها قال للصحابة: دعوه يعود، خلوه يرجع، مو قتال. فرجع وسحب معه 300 مقاتل، بقي كم؟ 700. 700 توجهوا إلى هذا المكان. طبعاً زمان عشان نتخيل، بس ما كان في بنية تحتية، ما كان في أي شيء هنا، كلها مزارع مزارع، وكان بعض المزارع يسيطر عليها بعض اليهود، هناك قبائل يهودية كانت تعيش في المدينة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المكان واختار جبل الرماة الذي يظهر أمامكم الصغير هذا، لمجموعة من الناس واقفين عليه، واختار عبد الله بن جبير زعيماً للرماة، وقال له: لا تبرحوا شبرا، لا تتحركوا، إن كانت لنا أو علينا، فزنا أو انهزمنا، خليكم بالجبل حتى يأتيكم مني رسول، يعني لما يجيكم مني رسالة أو خبر وأقول لكم انزلوا. طبعا وإن كان في فارق عددي 3700 مقاتل، إلا أنه دائما الحروب في حينها رجل لرجل، ما يهجموا على بعض، لا. فحامل الراية من كفار قريش مع حامل الراية من المسلمين، وعادة إذا سقطت الراية أو اللواء يعتبر بداية للهزيمة، وحامل الراية من المسلمين